النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاء للتطوير العقاري. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. يوم غد الأحد أجواء صيفية معتدلة نهارا، صيفية لطيفة أثناء الليل، معدل عظمى المتوقع في المناطق الشمالية 32 ومعدل الصغرى 20، المناطق الجنوبية أو المرتفعات الجنوبية معدل عظمى 28 إلى 30 والصغرى بحدود 18، الأغوار أجواء حارة معدل عظمى ما بين 39 إلى 40 والصغرى بحدود 28 إلى 29 درجة مئوية، الأغوار أيضا أجواء حارة العقبة أجواء حارة العظمى 39 والصغرى 29، البادية الجنوبية صيفية عادية 32-20 والبادية الشرقية أجواء حارة 37 إلى 24 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء صيفية معتدلة بالنهار، صيفية لطيفة أثناء الليل، معدل عظمى في المناطق الشمالية 31 والصغرى 21، المنطقة الوسطى معدل عظمى ما بين 28 إلى 30 والصغرى 19، المناطق الجنوبية 27 إلى 17 والأغوار والبحر الميت بحدود 38-39 والصغرى بحدود 27 درجة مئوية، الأغوار العقبة أجواء حارة 39-28، البادية الجنوبية الشرقية 31-22 والبادية الشرقية أجواء حارة 37-22 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا تبقى الأجواء ما بين صيفية معتدلة إلى صيفية عادية، بتكون تقترب درجات الحرارة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، العظمى في المناطق الشمالية 30-19، المناطق الجنوبية 26-17 والمنطقة الوسطى معدل العظمى 29 والصغرى 19، الأغوار أجواء حارة بحدود 38 العظمى والصغرى بحدود 27، العقبة أجواء حارة 38-29، البادية الجنوبية الشرقية 31-21 والبادية الشرقية أجواء حارة 36-22 درجة مئوية. الأربعاء ارتفاع واضح على درجات الحرارة أو بداية الارتفاع تدريجي، تصبح الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلات بقليل، المناطق الشمالية العظمى معدلها 32 والصغرى 18، الأغوار معدل العظمى 39-40 والصغرى بحدود 29-30، المناطق الجنوبية 28-20 والعقبة 39-30 درجة مئوية، البادية الجنوبية الشرقية 32-21، الوسط أو المرتفعات الوسطى العظمى بتكون ما بين 30-32 والصغرى ما بين 20-22 والبادية الشرقية أجواء حارة 37-22 درجة مئوية. يوم الخميس تبقى الأجواء الحارة نسبيا تؤثر على المملكة، وبالتالي بتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية معدلها بحدود 32-33 ومعدل الصغرى بحدود 21، أيضا المرتفعات الوسطى ما بين 31-33 والصغرى 23 درجة مئوية، المرتفعات الجنوبية 29-30 معدل عظمى والصغرى بحدود 20، الأغوار أجواء حارة 39-30 والعقبة أجواء حارة 39-31، البادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 35-24 والبادية الشرقية حارة 38-24 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة درجات الحرارة أعلى من
معدلاتها على الأقل ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، معدل العظمى في المناطق الشمالية 34-35 والصغرى بحدود 23، المنطقة الوسطى المعدل العظمى ما بين 33 إلى 35 والصغرى بحدود 23، المرتفعات الجنوبية معدل العظمى ما بين 30 إلى 32 والصغرى 19، الأغوار أجواء حارة 40-41 والصغرى بحدود 29 درجة مئوية، العقبة أجواء حارة 40-28، البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 35-24 والبادية الشرقية 38-27 درجة مئوية وأجواء حارة. نتمنى للجميع أعزائي المشاهدين أوقات سعيدة، ونحذركم من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في فترة الظهيرة، وأيضا لباس ملابس قطنية فضفاضة خاصة اعتبارا بعد يوم الثلاثاء. نتمنى للجميع السلامة وشكرا للمتابعة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.